عودة لمتابعة آخر قسم من أنت أدى. بداية الحلقة أعلنت مبارح أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، أعلننا عن نجم لبناني. لو منقول عن نجم لبناني منصر على كلمة نجم، لأنه بالموسم الثاني لأرب آيدل قدر يحقق نجاح كتير كبير بفضل تأهله لنهائيات أرب آيدل بوجود لجنة حكم مخضرمة من سوبر ستار راغب علامة، نانسي عجرم أحلام وحسن الشافعي. قبل بسنوات غابت المواهب اللبنانية مش لضعفها، ولكن لأسباب يمكن ما حلفوا لحتى يتأهلوا. زياد خوري كان موجود لحتى يعلي الصوت يغني اللبناني وكل اللهجات ويقول لبناني وأنا أدى. وأهلا وسهلا فيك في أنت أدى. حبيب قلبي محمد، الله يخليك واسم الله عليك بهالبرنامج المكسر الأرض، وبشكرك على الاستضافة استضفتني إياها اليوم، ونحب نعيد المشاهدين إنه رمضان كريم، وأهم عادية كمان عيد الجيش اللبناني، بنعيد الشعب اللبناني جميعا، ونحن جيش للبنان كمان طبعا. والشعب اللبناني بيدوروا على تويتر، يعني جزء كتير كبير منهم تعطل تويتر، يعني اذا كنت تواصلوا معي تواصلوا مع زياد. هلا انا تويتر عندي واقف لانه اسئله كثيره وكثير من الاشخاص حابين يتواصلوا معك. بدايه شو شعورك انه اليوم عندك هالاكسبوجر على العالم العربي كله، مشاركتك بهالبرنامج شو اضافت لك؟ الحمد لله. اكيد اول شيء زياد خوري ما كان معروف، برنامج هو اللي اطلقه، برنامج أرب آيدل. مزبوط. فاللي عرفني عليكم وعرفني على العالم وعرفني على الوطن العربي كله، فانا بدي اشكر هالفريق العمل واشكر هالبرنامج، وفعلا ابتدى المشوار. هلا ابتدى المشوار من بعد البرنامج، فان شاء الله يا رب تكون مسيره حلوه. كيف رح بيكون بدايه المشوار؟ بلشت تسمع على اغنيات، بعرف انه كان عندك فعلاً حفل جدا ناجح ب مش بيحشوش بيحشوش قريبا بالبيره، كان عندك حوالي 1500 شخص الحمد لله قدروا يجوا بس يسمعوا اغنيات قديمه وجديده بصوتك. الحمد لله كانت حفله ناجحه، هذا كان السبت ب 20 تموز، وكان مفول المسرح الحمد لله. وهلا في عند السبت بيحشوش 3 اب ندعي كل الشعب يطلع، لانه رح تكون حفله كثير حلوه. شو عم تقدلهم بحفلاتك؟ اغاني لمين؟ اغاني الاستاذ سمعناك بالوديع الصافي الاستاذ الكبير، سمعناك باغنيات كثير حلوه لبنانيه ومصريه، بلبنان شو عم بتقدم اغنيات؟ عم بقدم اكيد الاغاني اللبنانيه، استاذ وديع الصافي على راسه طبيعي. تحيه له ولطول بعمره. تحيه له طول عمره. وعم نقدم اغاني طربيه طبيعي، بنقدم كل الالوان يعني الشعب، وهذا اللي ميزك فعلا على الساحه الفنيه. نحن حنطلب الموسيقى توقف لحتى لسه انك ذكرت وديع الصافي بصوتك، نسمع اغنيه لوديع الصافي. معنا وقت؟ معك وقت، شو بدك؟ الهوا كله لك اليوم، انت قد لك. بنقول يسعد صباحك هالحلو يا القلت للدنيا صباح صباح، روس الجبال تكحلوا بالنور وتنفض جناح جناح، بلبل حلو يا ما إلو صابر على جنون الرياح، عرم بريش البللو قطر الندي ترغلو وصاح، عرم بريش البللو قطر الندي ترغلو وصاح، لبنان 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 يا قطعة سماء اسمك على شفافي صلاة. يسلم تمك. سلام. يسلم هالصوت الحلو، وان شاء الله بيضلوا هيك لبنان. تحيه بصوتك مش بس للموجودين بلبنان، لكل المغتربين، وبهالمناسبه بعيد الجيش اللي انت ايضا خاصتنا تكون موجودين بكره العيد، وحبينا نحن انه عيد الجيش ما لازم يكون بس نهار، لازم يكون كل يوم، وكل يوم أكيد. نوقف ورا هالمؤسسه. نحن جيش للبنان طبعا، وانت بشغلك وانا بشغلي وكل العالم بشغلهم. بصوتك حتحمل يعني في عالم اليوم ببدايه مشوارهم بيقرروا بدهم يتقنوا يعني اللهجه اللبنانيه او بدهم ينوعوا، انت وين حتنوع او
راح بس تفرغ للأغنية اللبنانية. أكيد بالأول انطلاقة باللغنية اللبنانية طبعاً طبعاً وهذا شرف لي إنه أحمل رايت بلادي وانطلق فيها للعالم العربي وللعالم كله. وشفنا أصلاً حتى ضيعتك قد إيه كانت فخورة فيك وقد إيه يعني حتى أهلت بكل المشاركين اللي كانوا موجودين معك. في أغنية جديدة عم تسمع عم تسمع كلمات حالياً يعني عنا هالشهر شهر تحضير. سمعت أغنية؟ عم نسمع أغاني عم نسمع ألحان وكلمات عم نشوف كلمات فإن شاء الله رح نقدم شيء حلو. وبلاتينوم ريكوردز هي شركة الإنتاج. بلاتينوم ريكوردز هي المستلمة إدارة أعمال المستلمة الإنتاج. وبنشكرها على التعب اللي عم تتعبوا معنا وحنعطيكم مفاجأة حلوة مع زياد بس مش هلا رح نرجع لتلقي الاتصالات رح نقول لكم نقول وين حيسافر زياد وين رح يكون لحتى أيضا يلتقوك كل المشاهدين من مختلف الدول العربية. أما هلا زياد هايد بارك يوميا بيكون عندنا موضوع على hydepark.tv/mtvlebanon ويب سايت بحملوا المشاهدين إذا معلق مع الخط فيديو لمدة 30 ثانية أو لمدة دقيقة. امبارح كان يجمعوا أكبر عدد من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية ويقولوا أنت أدى. أما موضوع بكرة فهو أغنية للجيش رح نسمع أغنية للجيش بصوت زياد خوري من بعد ما نشوف التوب 1 بهايد بارك. هبة شيخة ألف مبروك عم التحام بتقدم لك جايزة بقيمة 500 دولار ولا أهدى من هيك. العائلة إن شاء الله عطول بتكون مجتمعة وبتكونوا أدى ام تي في قدمت لك لكن جايزة تقدمت عم التحام عودة لزياد اللي عم بيحضر حاله لأغنية للجيش. شو عبالك تسمعنا؟ نقول تعالى تتعمر يا دار. يلا تعالى وتتعمر يا دار محمي براجك والعسكر داير من دار يوقف عسياجك يا بلدنا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد يا بلدنا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد والبيرق عالي عالي وتحوري بالخيال عالهبار الهبار يا مزياني يا دار دايم دايم عزك دايم تبقي مزياني يا دار تعال وتتعمر يا دار محمي براجك والعسكر داير من دار يوقف عسياجك. الله الله يسلم هالصوت. شكرا. وحنكفي ايضا باجواءنا الفنيه مع زياد وعوده للمتصلين لحتى نتلقى اتصالاتهم. زياد يلا افتتح معنا يلا قول الو. الو 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 هاي هاي مين معنا؟ معك كريستال. كريستال من وين يا كريستال؟ انا من زقم كايل. من زقم كايل اهلا وسهلا فيك يا كريستال. ماشي حبيبه قلبي. انت قدها كريستال؟ انت قدها كريستال؟ اه هيك. يلا كريستال نقي رقم وخلينا نربح سوا. شو كريستال؟ رقم 8. رقم 8 خطره. غنية ورا غنية حيساعدك زياد. بس زياد بدك تساعدني لأنه كل ما كنت أنت وبأرب أيدول أنا كنت كل الوقت عم صوت لك. يعني يلا صار أنا جاهز لمساعدتك. بدك تساعدها اليوم بدي رد الفاتورة اليوم زياد. يلا أنت أدى؟ أنا أدى. أول أغنية شو اسمها الأغنية؟ عسل حلانه بالعربي. بالعربي مزبوط. برافو. يلا تاني اغنيه. بدي غني لا غني لا اطلب من الحاج. ايه هشام الحاج مزبوط. بدي شيلة لوعي طويله. اذا الله عطاني عمر. تالت اغنيه. أوكي. يلا يلا يارا حاول مره. حاول مره بعد. في اغنيه رابعه او شو؟ خلص يا زلمه. شو؟ شيرين عبد النور. يلا اتكلم ولا لا يا قلبي. لو 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 بصف لو بصف عيني مره بس. مبروك 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 يا اغاثا. برافو مبروك.
كريستا ألف مبروك أجاتا فارس، تقدم لك جائزة لإلك. يعني كنا عم نجرب السعادة لأنه أنا اليوم أنت الاتصال وبصوتت لك ودعمتك بدها تربح. قد بتصير معك أنت اليوم من بعد هالشهرة الحلوة اللي حققتها؟ لكن أحلى من الشهرة الواحد يقولها هالسمعة الطيبة اللي يعني مزور. اليوم شفنا الشاب اللبناني حتى وائل أيضا موجه له تحية كبيرة، تحية كثير كبيرة لإله، إن شاء الله أيضا بيكون ضيفنا وائل سعيد. مثلته الشاب اللبناني اللي فعلا ابن اللبناني، ابن البيت المؤدب العائل اللي ما بيعترض، اللي ما كان عندكم مشاكل، كنتم مسالمين مع الكل الحمد لله. قد اليوم هالمحبه وهالادب بترمسوا مع الاشخاص اللي بيقابلوك بالشارع؟ مش حال واحد يحكي عن حاله، هيدي اول شغله، ونشكر الله عن جد. يعني انا حققت نتيجه حلوه. انت ما بتحكي عن حالك فرجيتها يعني على الهواء، يعني هيدا اصلك بيحكي عنك. عن جد شكرا، شكرا كثير. يعني بغض النظر عن النتيجه الفنيه اللي حققناها، حققنا نتيجه شخصيه اللي هي انه قدرنا نوصل رساله اللي قلتها انت، الشاب اللبناني. يعني انا شخصيا اشتغلت انه احب الكل واشتغل مع الكل، وكنت خي الكل بالبرنامج، فريق العمل والمشتركين. فان شاء الله اكون مثلت لبنان احلى صوره بهالبلدان العربيه، والحمد لله. يعني اليوم بيلاقوك على الطريق بيقول لك صوتنا لك، نحن اللي صوتنا لك، ردنا الفاتوره. ايدي قبل عرب ايدل شو كانت تدرس؟ شو كنت تعمل زياد؟ انا صراحه مخصص اكاونتنج، يعني محاسبه، مخلصها وشاغل فيها سنتين، يعني شيء بعيد عن الفن. ايه، وتركت شغلي كرمال الكرمال. اصلا والدك معروف صوته حلو مزبوط. وشجعك. انا دارس كونسرفاتوار اصلا. دارس كونسرفاتوار. شو اللي شجعك انك تدخل برنامج للهواة؟ مثل ما ذكرت هلا، الوالد. الوالد؟ الوالد يعني بالاصل هو كان فنان ومطرب من زمان، كمان متلمس بمدرسه وديع الصافي بدك تقول. بس لسوء الحظ وقت الحرب اللبنانيه ما كمل مشواره، واجى زياد خوري ابنه هلا لحتى يكمل المشوار. فان شاء الله اذا بدك توجه تحيه لراغب علامه بكلمه وحده، شو بتوصفه تحيه له؟ كلمه وحده؟ ايه كلمه وحده او كلمتين. ما فيك يا استاذ راغب، بدك هو بيعجز الكلام على بس يلا بلسانك كلمتين او محترم ومتواضع. نانسي عجرم؟ محترم متواضع. غير ما غير كلهم محترم متواضع. نانسي عجرم؟ فراشة الأرب ايدل. أحلام؟ أحلام طيبة القلب. وحسن الشافعي؟ إنسان ذكي وشخصية ومحترم جدا. حضلك بعدك على تواصل مع يعني أحد؟ مش رح أقول مع الكل، بعدني شوي شوي مع، يعني مش مع الكل على تواصل. مين بعدك على تواصل؟ يعني هلا كل واحد بالتزاماته مثل ما بتعرف بالوسط الفني، بس لما نلتقى يعني كنا هلا بدبي من مزبوط بحفل الإفطار، فالتقينا جميعا وكانت مناسبة حلوة كثير، وبنشكر الام بي سي على الايفنت الحلو. نشكر اكيد ايضا لجنه اعضاء الحكم اللي اليوم بهالبرامج عم بتخلي ايضا مواهب تاخذ حقها. اتصال جديد. الو الو الو، مساء الخير، مين معي؟ سلوى. سلوى من وين عم تحكينا؟ من طريق جديد. من طريق جديد. رمضان كريم يا سلوى لك ولعائلتك. وزياد معك. ونقي رقم. يلا مع زياد. يلا شو رقم 10؟ أيوة. رقم 10. شو زياد رقم 10؟ رقم 10. يلا أربع صور بكلمة واحدة، يعني لا تعرف القاسم المشترك بكلمة واحدة. شو؟ يلا أنت قدا؟ بنشوف سوا الأربع صور إن شاء الله. يلا. أوه هيني. هلا أنت قريبا حتستخدم الباسبور. سفر؟ مزبوط. برافو. سفر. وين مسافرة؟ كبير بيقدم لك جايزة أكيد تستنى بالعافية. أنت وين مسافر؟ على أربيل؟ أنا مسافر على أربيل ب 8 آب إن الله راد على عيد الفطور، وعنا ب 24 آب على المغرب إن الله راد. حروح على أربيل وعلى المغرب، مش حتغني بأرب آيلاند؟ شفناك عم بتغني عدة لهجات، حتغني بالخليجي والمغربي؟ عم تتمرن أو يعني إن شاء الله؟ هلا صراحة بعد ما فيها الفكرة مش موجودة، بس أنا يعني إذا الله راد ووفقنا ببداية المشوار إن شاء الله رح نوصل لطريق ونقدم كفة الألوان. كيفك أنت والأغنية الخليجية اليوم بوجود الست أحلام؟ غنيت لها مقطع على اغنيتها من اغنيتها. غنينا اغنيه عراقيه نحن. عراقيه يلي هي يا طير. شو بتقول؟ انا يا طير ضيعني نصيبي، انا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، بويا لاني الهالي ولاني الحبيبي. هيدي تحيه لاهل العراق ولفارس الغناء العربي عاصي الحليني ايضا اللي حملها بصوته. بنكفي بتلقي الاتصالات ولعب جديد. يلا زياد. الو 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 الو، مين معنا؟ ناتاليا. ناتاليا من وين يا ناتاليا؟ من الحدث. يا اهلا وسهلا فيكي ماشي واهل الحدث كلهم.
ميرسي وفيك شو... كمان انت قدا؟ انا قدا يكبرني ربي كمان تشير اكثر قدا. يلا نتاليا نقي رقم زياد معك وانا معك 17 يلا شو عيد ميلادي 17 عيد ميلادك 17 يلا لوجو مين؟ شو؟ هيني هيني انت قد ناتاليا؟ يلا يلا توب كاونتر ونشوف سوا اللوجو اوكي واتساب واتساب خلص ربحت معنا شو ناتاليا؟ خلص واتساب واتساب على اكيد؟ على اكيد برافو عليكي ربحها وانا نقيت الرقم واتساب لكن هو هلا يعني ايضا فينا نعتبره اليوم وسيله اتصال قد ايه انت والواتساب اليوم صرت تاقلمت مع الوضع في عندك عالم بيلقطوا رقمك مع يعني رقمك؟ للاسف هيدي صار ضغط صار ضغط على الواتساب يعني حولت على يعني تويتر ب 168,000 فولوور تقريبا الحمد لله في كيف عم تتواصل معه؟ 168,000 تقريبا انا شخصيا بكتب على تويتر تكتب انا شخصيا بترد عليه حتى لاحظت مظبوط باللهجه باللغه اللبنانيه والانجليزيه الانجليزيه عم تتواصل معه عم نحكي مع كل العالم ومن كل البلدان ومن زياد خوري دعوه لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا تواصلوا معنا عبر تويتر لانه بعد البريك رح بنكفي حديثنا مع زياد واتصالاتكم بانت قد على ام تي في خليكم معنا عودي لانت قد مع زياد يعني عم نهتم باداء التفاصيل في اشخاص اليوم بيرنوا مرافقينك لحتى يهتموا باطلالتك وايضا باعمالك خبرنا بدي اول شيء بدي اشكر جورج شوب يلي هن دائما عم يهتموا باطلالتي وبشعراتي اوكي والثياب انا عم نقيهم حاليا هلا لا بس بالثياب اليوم اخضر على مناسبه عيد الجيش اللبناني اكيد ان شاء الله ايضا بيضلوا مرافقينك مع بلاتينوم ريكوردز بيوقع الاختيار على الاغنيات الصحيحه لانه هو اهم كل شيء انت اليوم تبحث عن الأغنية اللي بتدوم أو بيسموها الأغنية الضاربة أنت أيها بدك؟ أكيد الاثنين سوا أكيد الاثنين سوا يعني أغنية تكون ضاربة وتدوم وتكون على مستوى معين على مستوى معين إن كان من كلمات وإن كان من لحن لأنه يعني السوق فيه كتير فنانين وفي يعني مين ما كان صار فيه غني ومين ما كان صار فيه لحن وينزل كلمات فمنشان هيك لازم الإنسان تينجح يتميز مين المطربين الجديد القدام بتلاقي إنه فعلا مسيرتهم ضلت بتميز ما كان في ركود بمسيرتهم كانوا على طول عم بيقدموا شيء جديد ممكن يكونوا من اللجنة يعني أنا عم لطش مطربين شباب على كثير في كثير من المطربين اللي أنا شخصيا بسمع لهم أنا شخصيا هلا إيه مؤخرا شو عم تسمع لمين؟ ما بدي اقول لك في كثير عم يسألوا لمين عم يسمع زياد؟ بنجاوبهم على تويتر من بعد على تويتر؟ لا انا دائما بسمع اول شيء الاستاذ وديع الصافي طبيعي لانه مدرسه بحد ذاتها طبعا مدرسه كبيره لما بنحكي عن وديع الصافي اصلا ما منقارن اي مطرب اليوم من الموجودين على الساحه فيه مع حفظ الالقاب للجميع اكيد بس ولكن انا قلت لك بسمع من كل الفنانين بسمع كثير من كل الفنانين بدون تحديد ما بحب يعني تحفظ بحب على اذكر ما بحب اذكر حتى ما حدا يزعل انسى اسم اوكي طب فيك تسمي اربعه معك وقت تفكر فيهم سمي 10 سمي 10 اوكي بس زياد حنكفي نحن معك بتلقي الاتصال ولعب جديد وربح على وجهك اليوم بس الله بيربحوا الكل يلا اتصال كله رح يربحوا كله رح يربحوا الو الو بونسوار مساء الخير مين معي؟ روي من وين عم تحكينا؟ من جديدة من جديدة روي زياد معك وانا معك وانت قد روي يلا انا قد نقي رقم رقم 2 رقم 2 حلو يلا كليب ورا كليب انت قد انا قد بنشوف سوا الكليب ورا كليب يلا ثلاثة ميوزك فيديوز أول ميوزك فيديو لمين؟ لميريام فارس شو اسم الأغنية؟ طيب تاني ميوزك فيديو برافو لا شو اسمه فارس؟ عطية أوكي شو اسمه؟
ان شاء الله. قول ان شاء الله مزبوط، بس اسم الفنان بيت عطية شو اسمه؟ عينو رو. شو؟ جوزيف. 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 يلا جوزيف عطية تالت اغنية. طيب بعد عندك اغنيتين. بعد نربح يلا. يلا انا لكان جوزيف عطية قول ان شاء الله لكان. ان شاء الله لكان. لا قول ان شاء الله. الا لكان الا مزبوط. اقطع على تالت فيديو كليب لمين؟ يلا ما بقى في كتير وقت. تسلمي لي ما احلاكي بس نسيت اسمه. بدي اسمه. للاسف ما عندنا كان رابح بكليب ورا كليب، لكن اللعبه بتبقى معنا لبكره. زعلتونا. معلش مش مشكله، على طول فيها اللعب ربح وخساره، ولكن احنا انبسطنا كثير بوجودك وكل التوفيق بكل مشاريعك. كلمه اخيره لكل مشاهدي الام تي في زياد. انا بدي وجه تحيه لتلفزيون ام تي في، بشكرهم على استضافتنا اليوم، بشكرك على البرنامج الرائع اللي مكسر الدنيا عن جد. شكرا. ما حدا عم يحكي الا ببرنامجك وباسمك. اسم الله عليك. شكرا. وانا بدي ادعي الجمهور كله، الشعب اللبناني، لقينا هالسبت بثلاثة آب بيحشوشنا الله راد طبعا، وعنا بثمانية آب بالمغرب، وعنا بثمانية آب بأربيل سوري، وبأربعة وعشرين آب بالمغرب. نحب لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح، وبانتظار أول أغنية لك اللي لا شك إن شاء الله على طريق والمدرسة اللي أنت عم تتبعها إن شاء الله بتكون أيضا نجاحة. زياد خوري هو أنت كنت ضيفنا لليوم، وإن شاء الله أنتم أيضا مشاهدة تكونوا استمتعتوا بحلقتنا مثل ما نحن على طول بنسعى بتلقي اتصالاتكم. ما تنسوا بكرة نفس التوقيت الساعة 6:30 أنت أدى على شاشة الأم تي في. خليكم معنا، باي. Thank you.